صباح الخير سهر، كيف الحال؟ نور أمين، الحمد لله. بالنشاط والحيوية كالعادة، نحن مع التمارين الرياضية. اليوم عندك تمارين البلانك والضغط. يس اكزاكتلي، سايد بلانك وبوش ابس. يعني البلانك الجانبي وتمارين الضغط. أهمية هذه التمارين سهر، نحن ديما نسألوك على كل التمارين، نحب نعرف أهميتها. ليه نعملها؟ وعلاش نعملها؟ علاش نعملها؟ علاش نتعبوا؟ اكزاكتلي. من أهم الحاجات البوش ابس، أول حاجة بيستعملوها كبانشمنت في الميليتري، بس من تاني حاجة إنه بتبقى مهمة جدا للكور اللي إحنا كنا بنتكلم عنه في كذا حلقة، بلس إنه بتساعد على التشست ماسلز والترايسبس كمان، والترايسبس من أهم المسلز اللي بتعمل الشيبينج بتاع الدراع. هذا عارف، يعني هذا الأهم بالنسبة إلى تمارين البلانك. Yeah. يعني تمارين كاملة شاملة كالعادة نحن نتابعها معك. نحن على أساس نحن نمارسه معك. تعملوها هناك لو سمحت. نشوفوا حل على كل. شكرا لك. ثانك يو أمين. تفضل. صباح الخير، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالويكند بتاعكم وجاهزين تبتدوا أسبوع جديد ونشاط جديد. النهاردة هنتكلم عن، زي ما قلنا مع أمين، هنتكلم عن push ups و side planks، وكل واحد فيهم أكيد بيبقى لي يعني فوكس أو muscles كتير هنستعملها، بس من أهم الحاجات اللي بنستعملها هي الكور. فازاي ان احنا نستعمل الكور؟ زي ما قلنا في حاجه اسمها pelvic tilt، يعني ان احنا من تحت، من جسمنا من تحت، لازم دايما يبقى في الجلوتس نفسها تبقى activated. فاحنا لازم ان احنا نحاول ان نعمل نقفل الفراغ ده، فما نبقاش واقفين عادي، يبقى في سكويز ان جلوت. اوكي، فده الطريقه اللي احنا عايزين جسمنا تبقى فيها لما نيجي نخش في البوش ابس والبلانكس. اوكي، دلوقتي أهم حاجة كمان إن إحنا عايزين نفكر فيها، زي ما قلنا دايما التكنيك قبل ما نحاول إن إحنا نبتدي الرياضة نفسها، فلازم نشوف ونتأكد إن إحنا الفورس لما نيجي نقف أو نعمل حاجة على إيدينا يبقى في نوزع البريشر على إيدينا كلها، ما تبقاش بس جاية من الريست. وفي طرق تانية يبقى الناس ما بيبقاش عندها موبيليتي في الريست فبتبتدي تتوجع جامد في الريست، وفي طبعا alternatives هنستعملها أو طرق تانية نقدر نستعملها بأن احنا نستعمل حاجة اسمها parallelets. So basically اللي هم زي grips، هننزل هنا هنبقى في حاجة بتبقى يعني بتركبوها في ثانيتين وبنحطها هنا على أساس أن احنا الريست بتاعنا بيبقى neutral، فبينزل هنا بدل ما يبقى في pressure هنا اللي هو محتاج موبيليتي وشغل عليه، بس دي بتسهلها فبتقدروا تقعدوا في البوزيشن ده اطول من غير ما يكون في اي وجع في الريست. دلوقتي احنا هنبتدي باسهل حاجه بان احنا نبتدي الاول على ركبنا، وان احنا لازم نخلي الريست دايما، ما قلنا التكنيك والفورم اهم حاجه، ان الريست لازم دايما يبقى تحت الشولدرز فتبقى تحت الكتف على طول. وبعدين من هنا ناس كتير بتبتدي تعمل البوش ابس كده والالبوز بتبقى الكوع بيطلع لبره، احنا اللي احنا عايزينه ان احنا نفكر في الالبوز تطلع دياجونال يعني للجنب، ما تبقاش 90 degrees تبقى 45 degrees 45 درجه من جسمنا، ونرجع ركبنا على قد ما نقدر ورا ان جسمنا يكون again يبقى فيه البلفيك تيلت ده من تحت والجلوتس ار سكويز، ما نبقاش هنا نبقى تحت. فاحنا جسمنا كلنا لحد ركبنا هينزل كله مع بعض، فهنا هنا هيكون الانهيل قبل ما ننزل all the way، هننزل هنا وبعدين اكسهيل لما نطلع. اوكي، فده بيساعد طبعا على ان احنا نطلع، فاستعملوا على قد ما تقدروا الانهيلينج اند اكسهيلينج تديكوا ذات، تحسوا ان انتوا يعني حطيروا. اوكي، فهنعمل هنا الانهيل وهنا الاكسهيل، هنا الانهيل وهنا الاكسهيل. اوكي، ده لو هنستعمل دول. واجان في طريقين ان احنا لما نيجي نعمل بوش ابس، في حاجه اسمها تشست بوش اب وفي حاجه اسمها ترايسب بوش اب. التشست بوش ابس هي دي اللي بتشتغل على الباكس، اسمها البكتوريال ماسلز، ودي الترايسب بوش اب. الترايسب بوش اب بنلف دراعنا ان احنا الحته اللي جوه من الالبو بتكون باصه لقدام بدل ما تكون مقفوله لجوه. اوكي، يعني مثلا هنا هيكون البوش اب العادي انهيل اكسهيل، ولو عايزه اعمل الترايسب بوش اب هلف في ايدي فدراعي يبقى باصص لقدام، وهخلي دراعي دايما يبقى جنب جسمي، سو جنب ظهري هنا انهيل اكسهيل،
وطبعا في الاول الناس هتبقى تعمل مثلا حته صغيره ونطلع that's perfectly okay. هننزل سنه وكل مره هتحاولوا تنزلوا اكتر. دلوقتي في لو ما استعملناش دول واستعملنا بس الارض هتبقى نفس الحاجه، بس المهم ان احنا نفهم الديستريبيوشن او ازاي نوزع صوابعنا او الفورس من صوابعنا، وما تبقاش صوابعنا مقفوله، لازم تبقى مفتوحه شويه ويبقى فيه زي كاننا بنحاول نمسك الارض. اوكي، فاجن نرجع ركبنا لورا، ما تبقاش ماسكين في بعض، تبقى شويه ديستريبيوتد عشان نعرف نعمل البلفيك تيلت ده، وما يبقاش راسنا عمرها ما تكون هانجينج تحت او سايبينها لتحت. عايزين دايما تبقى يبقى نيوترال مع السباين، مع ظهركم لازم يكون راسكم معاها، فدايما ماسكينها. وهننزل تاني انهيل اكسهيل. فدي اللي انا عملتها دلوقتي، ايه تبقى بدام بستعمل الترايسب تبقى الترايسب بوش اب. لو طلعت ايدي سنه لبره بره ماي شولدرز وطلعتها لبره، هنعمل انهيل واكسهيل. اوكي، دلوقتي في حاجتين كمان هقولها عن البوش ابس. احنا ممكن نستعمل حاجه اسمها ريزيستنس باندز اللي احنا اتكلمها عنها، بس مش بتاعه الرجل، بتاعه الايدين. اوكي، حتى الماتيريال بتاعتها بتبقى مختلفه. لو حطيناها عند our wrist بتحاول تعمل activation لل upper muscles أكتر بكتير، فبتساعد إن إحنا نطلع أكتر، فهتلاقي إنه push ups بقت سهلة. فإحنا let's say لو هنعمل a full push up شلنا رجلينا دلوقتي، ده more advanced. لما تكونوا مرتاحين مع ال push ups على ركبنا هنطلع هنا تاني، كل our muscles أو كل عضلة في جسمنا لازم تكون مشدودة، وهنعمل inhale exhale. هنا دي الترايسب بوش اب، وطبعا الباند بتساعد جدا في الحته دي لو محتاجين الاكسترا بوش. دلوقتي لو الارض يعني مش اوبشن في الاول، ممكن نبتدي على الحيطه، نكون مايلين على نكون على ارتوز ونعملها. للاسف انا ما عنديش حيطه دلوقتي اوري لكم، بس ممكن تبتدوا من على الحيطه وتميلوا عليها شويه شويه، وبعدين تنزلوا بعد كده تعملوها من على الكرسي، يكون ركبكم على الارض وتعملوها من على الكرسي، وبعدين تبتدوا تنزلوا على الارض وتعملوا اللي انا وريتها لكم دلوقتي. اوكي، واخر حاجه للبوش اب انه في حاجه اسمها نيجاتيف بوش اب تاني، ممكن نعملها من على ركبنا. اجين انهيل، ننزل تحت نسيب خالص، نرفع ايدينا انهيل واكسهيل في مره واحده. ولو عملتها من غير ركبي هنا انهيل، ننزل بالراحه وبعدين exhale. اوكي، فدي طرق مختلفه. دلوقتي هنخش في حاجه اسمها السايد بلانك. زي ما قلنا هنروح من الجنب، يعني هنميل هنا، هنيجي بالالبوز بتاعتنا للار شولدر، لازم يكونوا في خط واحد. والبليسمنت بتاعت ايديكوا هتتحط ازاي بتكون على حسب ايه اللي بيريحكوا. يوجوالي انا اي بريفير ان انا احطها للجنب. وبعدين ركبي لازم تكون في نفس الخط مع جسمي، ما تبقاش طالعه لقدام، تبقى لورا. وحاطه رجلي او رجليا فوق بعض، اسمها ستاكينج، فتبقى بالظبط فوق بعض. هنعمل اجان انهيل، هنحاول نشيل our hips من هنا ونتنفس. فهتحسوا كانه عايزاكم تفتكروا انه حد كانه بيشدكم من وسطكم لهنا. ونفس الحاجه مع راسنا، مش عايزين ان احنا نسيب راسنا، ودي حاجه للاسف ناس كتير بتعملها فبيجي لها وجع في رقبتها. فلازم دايما نبقى شادين جسمنا، our core is tight, our glutes are squeezed، ودايما بنتنفس. فمثلا هنا ممكن امسكها، يا اما ممكن انزل واطلع انزل واطلع. دي تمرينه اسمها hip dips. وبعدين بعد كده النكست ستيب او الاصعب ان احنا نكون رجل واحده بس اللي تحت هي اللي متنيه، واللي فوق من الجنب، ونشيل هنا ودايما نتنفس نفس الحاجه، عمرنا ما نمسك نفسنا. وبعدين اخر حاجه يكون رجلينا الاثنين هنشيلها ونطلع هنا ونتنفس. ممكن طبعا رجلينا يا اما نحطها فوق بعض يا اما نحطها قدام بعض كده. اوكي، بس اهم حاجه نبقى من فوق، من عند الشولدر، من عند الكتف، يكون دايما اكتيفيتد، فاحنا زقين كاننا حد بيشدنا من فوق. اوكي، دلوقتي في تمارين مختلفه كتير جدا ممكن نعملها واحنا في السايد بلانك. مثلا ممكن من هنا نبتدي نركز اكتر، فاحنا نعمل انهيل من هنا اكسهيل هنا، فيبتدي يبقى في فوكس اكتر. بس اهم حاجه ان احنا ما نخليش ان احنا ما نبقاش قاعدين لتحت، نبقى دايما اكتيفيتد لفوق عشان نفضل في البلانك اللي احنا قلنا عليها. فانهيل من هنا اكسهيل،
في طرق تانية طبعاً، في تمارين ممكن تبتدي تركز على رجلينا من تحت، ممكن نلبس أنكل ويت وممكن نبتدي نطلعها قدام والورا ونعمل تمارين مختلفة، يا إما نتنيها ونطلع لقدام برضو، دي هتركز أكتر على الجسم من تحت بس نفس الوقت بتشالنج الكور كتير. وبكده تقريبا نكون حطينا يعني اكتر حاجه، بس المهم كمان لازم تعرفوا انه لما نيجي نعمل سايد بلانك على دراع واحد لازم دايما نعملها الناحيه الثانيه علشان ما يحصل لنا زي ما قلنا امبارح حاجه اسمها مسل امبالانس، فيكون عندكم ناحيه وناحيه اقوى من التانيين، فلازم نحاول على قد ما نقدر ان احنا دايما يكون في البالانس ده. لو عملنا خمسه هنا نعمل خمسه هنا ودايما نغير حتى علشان العضله نفسها ما تتعبش. وبكده اكون شرحت لكم تقريبا كل البوش ابس من بيسك لحد فوق، وامين هيجي يلعب معانا دلوقتي. اتفضل معانا. ليه ثقيله معناها انه اوكي مش بطل مش نعمل تمارين في الكول داون. لا لا المره الجايه يعني زيد اعطيني شوي. اوكي شكرا لك سار على هالتمارين كالعاده، ديما تفيدنا بتمارين بالفعل مفيدة للجسم وأيضا هكا تحمسنا مع بداية النهار إنه الواحد يكون عنده نشاط بدل القهوة يعمل بينا بطبيعة الحال. شكرا لك سهر إذن على